وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 1700 للهجرة الموافقة لسنة 34 و700 ميلادية، وفاة السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه. في هذه السنة توفيت السيدة سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنه، اسمها الأصلي آمنة، ولقبتها أمها بسكينة. كانت سيدة نساء عصرها، من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن أخلاقا. امتازت بحساسية نقدية عالية وتذوق للشعر والأدب، وكان لها مجلس يجتمع فيه الأدباء والشعراء فتسمعهم بحيث لا يرونها ثم تحكم بينهم. كانت جريئة في وجه الحكام والخلفاء. دخلت على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك وسألته عمامته ومطرفه ومنطقته فأعطاها ذلك. توفيت في المدينة المنورة عن عمر ناهز 75 عاما. وفاة الشاعر ذي الرمة العدوي. في هذه السنة توفي الشاعر غيلان بن عقبة العدوي المعروف بذي الرمة، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال فيه أحد النقاد: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. كان شديد القصر دميما يضرب لونه إلى السواد، عاشق مية المنقرية واشتهر بقصته معها. ترك ديوان شعر كبير، منه قوله في مي: غراها يجري وشاحها إذا انصرفت منها على أهضم الكشحين منخضدي يجري تبسمها عن واضح حصر تلألؤ البرق ذي لجة بردي. توفي في أصبهان عن عمر ناهزة 39 عاما. وفي مثل هذا اليوم من سنة 50 و300 هجرية الموافقة لسنة 61 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات بمكة المكرمة. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر. هو أول من تلقب بالخلافة من رجال الدولة الأموية في الأندلس. ولد بقرطبة ونشأ يتيما فرباه جده. بويع بعد وفاة جده عام 300 للهجرة. كان عاقلا داهيا مصلحا طموحا، انصرف إلى تهدئة البلاد. صفى له وظهر له ضعف الخليفة المقتدر بالله العباسي في العراق، فجمع الناس وخطب فيهم ذاكرا حق بني أمية بالخلافة فبايعوه خليفة عام 316، وتلقب الناصر لدين الله. كان محبا للقرآن، أنشأ مدينة الزهراء وبنى بها قصر الزهراء. كان يكتب أيام السرور التي تصفو له من غير تكدير فلم تتجاوز 14 يوما. توفي في قرطبة عن عمر ناهز 71 عاما. وفاة الأمير فاتك المجنون. وذكر حجاج مصر خبر وفاة الأمير فاتك أبي شجاع الرومي المعروف بفاتك المجنون. أصله رومي، أخذه الإخشيد صاحب مصر من الرملة بفلسطين. كان كبير الهمة شجاعا، وعظمت مكانته عند الإخشيد. فلما مات الإخشيد وتقررت الوصاية على ولي عهده لكافور الإخشيدي، ترك فاتكا الإقامة بمصر كي لا يكون كافور أعلى مرتبة منه، وانتقل إلى الفيوم فمر وعاد إلى القاهرة ليتداوى وبها المتنبي. فسمع المتنبي بمكانة فاتك وكرمه ومدحه بقصيدته التي أولها: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وفي فاتك بمصر ورثاه المتنبي. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 55 و600 هجرية الموافقة لسنة 57 و200 ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة والخليفة في بغداد المستعصم العباسي، وكانت خريطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كان المغول قد احتلوا كل الدول الإسلامية وابتدأوا في محاصرة العراق.
في بلاد الشام كانت توجد إمارات أيوبية في دمشق وحلب، وفي مصر كانت دولة المماليك البحرية وعليها عز الدين أيبك التركماني. أما في المغرب العربي فكانت دولة بني حفص وعليها المستنصر محمد الأول الحفصي، دولة بني زيان عبد الواد وعليها يغمراسن بن زيان العبد وادي، دولة الموحدين وعليها المرتضى عمر المؤمني، وكانت مملكة غرناطة هي آخر مملكة عربية في الأندلس وعليها الغالب محمد الأول بن يوسف النصري. وكانت دول الطوائف قد تساقطت بيد الإسماء واحدة تلو الأخرى، وابتدأ ذلك بسقوط مدينة طليطلة سنة 478 للهجرة. مدينة طليطلة. وطليطلة مدينة أندلسية تقع قرب نهر تاجة، واسم طليطلة تعريب للاسم اللاتيني توليدوث، بنيت زمن الإغريق، استولى عليها الرومان عام 190 قبل الميلاد. ازدهرت طليطلة في عهد الرومان، فحصنوها بالأسوار وأقاموا فيها المسرح الكبير والجسر الأعظم، ثم اجتاحت القبائل البربرية الإمبراطورية الرومانية وحاصرت طليطلة التي استطاعت أن تحمي بحصونها وتحتفظ باستقلال داخلي، ثم نجح القوط الغربيون في ضمها. في عهد رودريغو آخر ملوك القوط نزلت جيوش المسلمين بالأندلس، واستطاع القائد طارق بن زياد فتح مدن الأندلس بما فيها طليطلة. انحسر دور المدينة بعد أن نقل المسلمون عاصمتهم إلى قرطبة. ضم طليطلة أكبر طائفة من المستعربين والمولدين، وساهم موقعها الاستراتيجي في حصانتها وزيادة ميل سكانها إلى الانفصال عن الحكومة الأموية المركزية، فحدثت عدة ثورات استطاع الأمويون قمعها وانتظمت أمورها في عهد عبد الرحمن الناصر. وعندما اشتعلت نيران الفتنة الكبرى عقب سقوط الخلافة بقرطبة، وقامت دول ملوك الطوائف استقل بنو ذنون بطليطلة، وحكمها بنو يعيش بين عامي 399 و418 للهجرة، ثم عادت لبني ذنون. وقام في عهد المأمون يحيى بن إسماعيل نزاع مع سليمان بن هود حاكم سرقسطة، دام 3 سنوات. بعد المأمون تولى حفيده القادر بالله يحيى، فثار عليها أهل طليطلة وأرغموه على الرحيل، فاستعان بنو ذنون بألفونسو السادس ملك قشتالة لاسترداد ملكه، فأقبل ألفونسو وحاصر المدينة ودخلها واغتصبها من القادر بالله مقابل منحه مدينة بلنسيا. أحدث سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين دويا هائلا في أنحاء العالم الإسلامي، وقرعت نواقيس الخطر، فأحس ملوك الطوائف بضعفهم وتنبهوا إلى نهايتهم الوشيكة. وقد حاول المرابطون والموحدون استرداد طليطلة، ولكن جهودهم أخفقت وأصبحت هذه المدينة قاعدة هامة للقشتاليين، وظهرت فيها الكنيسة القوطية التي دخلت في الصراعات المسيحية